بصي بقى، النهارده جايبالك اختراع. ايوه يا لوزه، جايبالك اختراع زي ما بقولك كده بجد، هتدمنيها. هي دي الوصفات اللي لازم بجد تطلع ترند، لايكات كتير وشير كتير ودعوه حلوه كده وليكي بالمثليه وكمان اللي اخترع الوصفه. بصراحه انا معرفش الوصفه بتاعت مين بالظبط، بس هي موجوده بقالها كتير على السوشيال ميديا، بس عمري ما كنت جربتها ودي اول مره هجربها معاكم. بجد انا يعني فاتني كتير ان انا مجربتهاش من زمان. هي بجد حلوة جدا، اختراع. وتعالوا هقول لكم رأيي بصراحة، وانتوا عارفين ان انا بعمل الحاجة بامانة وبما يرضي الله في اخر الفيديو. بصوا جمالها وحلاوتها، بسطرمة بسطرمة مفيش كلام. زي ما بقولك كده، عايزين لايكات كتير عشان الفيديو يرفع ويتشاف، وكمان دعوة حلوة وليكي بالمثل. وتعالوا نشوف عملنا الجمال ده في اقل من 5 دقايق ازاي. يلا نسمي الله ونجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، وتقدري كمان تشتغلي بربع كيلو، واقسمي في كل حاجة الكمية. تمام، نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون يعني 10%، ما تزوديش نسبة الدهون. هجيب بقى الكبة بتاعتي وهنبتدي نفتفت اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما جبتها من عند الجزار حطيتها يعني قولي ساعة، نص ساعة كده في الفريزر عشان تبقى ساقعة معايا. بصوا كانت جامدة معايا زي ما انتوا شايفين، كانت خلاص واصلة للجمدان. تعالوا بقى نشوف هنضيف ايه على اللحمة. معلقة كبيرة من الهريسة الشطة، وكمان معلقة كبيرة من 7 بهارات، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، وكمان معلقة كبيرة من البابريكا، وتوم بودر وبصل بودر، ومعلقة وربع من الملح. ودي كانت نسبة كويسة جدا. وهنا بقى العامل الاساسي واللي هيودي الطعم بسطرمة بسطرمة، وهو الحلبة. الحلبة المطحونة يجيبيها مطحونة من عند العطار، يا اما تطحنيها عندك في البيت. تمام، ضفت سنة صغيرة من اللون الأحمر الغذائي مصرح بيه من عند العطار، وكمان ضفت معلقة كبيرة من الثوم المفروم. تمام كده، وفرومي بقى كويس جدا. طب ما عنديش الكبة دي، تعالى أقولك هعمل ايه. الكبة الصغيرة بتاعة التوابل اللي موجودة في أي بيت. هنا بوريكم بقى اللحمة، هي كانت لسه عايزة تاخد وش تاني، بس قلت ايه اجيب بقى الكبة الصغيرة دي، لان الكبة عندي برضو ما بتفرمش قد كده. خلاص اتفرمت معايا، هنجيب بقى 5 اكياس، اكياس تلاجة عادي خالص، ولا هندهنها زيت ولا اي حاجة خالص. هسمي الله وهبتدي ان انا اكور كده البسطرمة بتاعتي ل5 كويرات، يعني حاولي تبقى ال5 كويرات زي بعض زي ما انتوا شايفين. انا عمالة بقى ايه، انت عينك بقى ونظرك وكده. هم كورتهم 5 كويرات، وتبتدي تفردي كده في الكيس، تفردي بايدك اهو، تضغطي جامد كده. عندك نشابة ابتدي افردي بالنشابة، هتتفرد وتبقى كلها سوا واحد. عندك نشابة هتشتغلي، ما عندكيش يا لوزة هتشتغلي. عندك كبة هتعمليها، ما عندكيش كبة هتعمليها، يعني هتقومي حالا تعمليها. بجد حلوة جدا للمدارس، للنوادي، للسندوتشات، للفطار الصبح، العشاء خفيف بالليل، حاجة كده ما اقولكيش، بجد هتبقى ادمان. واللي ما بيحبش البسطرمة صدقيني، لو ده بقى البسطرمة اللي انت عاملاها دي في البيت بجد هيدمنها. لازم تسجلي الفيديو عندك، وزي ما بقولك كده اعملي له شير ودعوة حلوة بقى لصاحبة الوصفة اللي انا بصراحة مش عارفاها. وكمان تقريبا هي الوصفة دي مش مصرية، الوصفة دي تقريبا عراقية، وصححولي برضو في الكومنتات. بس هي بصراحة اختراع ما شاء الله. عملت معايا هنا 5 اكياس. هاتي بقى القطاعات اللي عندك، لو انت بقى بتحبي تدلعي الحاجة بتاعتك كده، قلوب نجوم، يا اما بظهر السكينة. وهنشوف دلوقتي هنقسمها وهتبقى معايا زي الفل. تضغطي بس جامد جدا عشان تديك الشكل، ولما تجمد تقطعيها بكل سهولة. بتتقطع وممكن تسيبيها كده، بتتقطع بكل سهولة.
قبل ما تعملي على طول بتطلعي الكيس من الفليزر وبتشتغلي على طول، هي بتفك لان هي طبقة رقيقة جدا. هنا كده بظهر السكينة وابتدي اعمل مربعات صغيرة بالطول وبالعرض. ما شاء الله الكمية حلوة قوي قوي، سهلة زي ما بقولك، ما بتاخدش معاكي 5 دقايق تكوني عملتي احلى بسطرمة. سيبيها بقى، كانت عد عليها 3 4 ساعات كده عندي في الفليزر بقت بالشكل ده، وقلت عشان افنش لكم الفيديو ونعمل بقى احلى طاسة بيض بالبسطرمة، حاجة كده وهم. اهو بتقصقصي كده بالمقص، وتقدري ممكن تشيليها كده مكعبات في علبة مغلقة يعني محكمة مقفولة كويس بكياسها كده، سهلة جدا، لا لازقة في الكيس ولا اي حاجة خالص. هجيب بقى طبق ونبتدي. خدت نص الكيس، ما شاء الله عملت الصينية اللي هتشوفوها دلوقتي او الطاسة اللي هتشوفوها دلوقتي تأكل من 4 افراد ل5 افراد، مشبعة، حاجة قيمة زي ما بقول، قيمة غذائية عالية جدا جدا، وحاجة انت اللي عاملاها على ايديكي، وبجد هتتبسطي وهتتبهري من النتيجة. دخليها بقى في اي حاجة، فول بالبسطرمة، اي حاجة انت بتحب، عايزة تعملي بيتزاية اي حاجة. بصوا بقى جمالها بتطلع على طول كده، انا لسه هفك مربع مربع، مفيش وقت يا لوزة. اقطع كده وتعالوا بقى يلا. انا لفيتها بقى كده، ممكن تقفليهم كده، انا لفيتهم بصراحة كده ودخلتهم بقى الفليزر، وتعالوا نعمل احلى بيض بالبسطرمة. ما شاء الله على الجمال، حاجة كده اللهم بارك، بجد فعلا تستحق ان انت تجربيها، ولو جربتيها اوعدك ان انت مش هتشتريها تاني خالص من بره. معلقتين تلاتة كده من الزبدة البلدي او السمنة مفيش مشكلة، على طول تنزلي بقى بالبسطرمة بتاعتك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيتي اللايك ولا لسه؟ حطي لايك، وعايزة تسلم ايدك في الكومنتات، وزي ما بقول لكم احفظ الفيديو عشان ان شاء الله انا واثقة ومتأكدة ان انت هتحتاجيه وتجربيها. نديلهم تقليبة وننزل على طول بقرنين تلاتة كده من الفلفل الرومي، لو بتحب الحاجة سبايسي حطي سبايسي بس ده رومي. نديلهم تقليبتين تلاتة، بقول لكم الريحة تحفة. هنزل كمان ب4 حبايات كده من الطماطم، وسنة من الفلفل الاسود، وسنة من الكزبرة. ادي تقليبة، هنغطي، اسيب كله ياخد كده من طعم بعض. هضيف بس سنة صغيرة، شفتوا السنة اللي على قد على طرف المعلقة، ما حطيتش تاني، سبتها بقى لمدة 5 دقايق كده على نار هادية وهي متغطية. وجبت 4 بيضات ونبتدي ندي لهم تقليبة كده في مكانهم، وبرضو هغطي. ضفت هنا حبة صغيرة كده من الفلفل الاسود على البيض من فوق، وكمان كنت ضفت سنة صغيرة كده من الجبنة الموتزاريلا لو عندك، وبرضو بتغطيها لما تسيح، ويا وعدي على الجمال، حاجة كده فاخر من الاخر، وبجد تستاهل ان انت تجربيها، حلوة جدا. السلام عليكم.